انا راجل زين. اطلع اطلع. الو السلام عليكم. بسم الله يا رب. السلام عليكم. اهلا اهلا. صافا كيف راك؟ على سلامتك يا سيد. الله يسلمك. يخلي في الدار. كيف راك؟ هاني ولا؟ شبانية كي دايرة؟ الحمد لله. صافا؟ كلشي خير. لاباس. سالك سالتك. وحشناك يا ولد. وايلي وايلي. وحشناكم. كدير المغرب. ما بقيناش مع مصيفط لك سلامة. المغرب كدير. والله لا بيك. انت كاع ما وليت تكونيكتي ما وليت. زياني تا خرج عليك المغربة؟ صلح لك ها؟ والله لا المغرب خرج عليك نيشا. خرج عليا ولا صلح ليا؟ لا لا صلح لي. صلح لي. قلتي خرج عليا. خرج عليا كيما لا ماشي كيما انتوما تقولوا خرج عليك، خرج عليك هي كيما نقولوا حنا جا عليك. جا عليك. هي خرج عليك حنا عندنا بنزيرية. خرج عليك هي شي حاجة. خرج هي شي حاجة ناس طبيعية. والله كنت مريض. روح نبيتو يا عيان. تروح درك دير شي ناس. طبعا بتعيي الساعة نقل شو هذا؟ آه ما نسيتنيش ها؟ ها؟ لا يعطيك الصحة يا اخي. شريكي منا جاب لي بانديرا تاع المغرب. ديرها في اللوطو هذه يا؟ نسيك؟ والله. ها؟ هاي لا بانديرا تاع المروك. راني صور فيها ما قلتلكش. ها؟ هاي صور فيها. صور فيها؟ بنطيرة تاع المغرب. هاي راه صاحبي جابها لي شريكي. يا الله ها هي. جاب... داير دابا فيديو ولا؟ داير فيديو على بالي بلي انا داير حسابي شم انا شم الحاجة. هاي هاي. شم يصور بلا ما نقول له. والله ما على بالي بلي راك داير فيديو. ولا جاب لي بنطيرة وصيتها عليها كي جا هود فاكونس المغرب للبلاد قلت له جيب لي معاك بنطيرة تاع المغرب. باسكو انتوما عندكم تاع الجزائر. شحال واحد شتا في اليوتيوب يهضروا قال حنا عندنا تاع المغاربه تاع الجزائر ولكن هما ما عندهمش تاعنا راك فاهمني كله كيفاش هضر تاع كلشي كاين جزائريين عندهم تاع المغاربه كاين بصح قلال انا ما تاع الجزائر والله ما عندي كانت عندي في السكنه الاخرى خليتها منصور وهذه هاي راه غادي نديرها عندي سوفونير في الدار اول علام مغربي والله لا من بكري في قلبي اعلام تاع المغرب باش نديرها عندي في الدار سوفونير ولا نوصلوا مازال سوفونير عندي يا نسلموا على الشعب المغربي من بيلباو من اسبانيا ورانا خاوه خاوه ان شاء الله يا ربي ما تفرقنا عداوه تفرقنا ان شاء الله وهذاك الشيء تاع بوليتيك كلش بوليتيك يبقى مع بوليتيك ربي يهديهم وصايا هذاك الشيء ديك احنا الشعب رانا خاوة خاوة هذا تاع الناس اللي دير الفتنة كلش كون يعرفوا هنايا المغاربة والجزائريين كيفاش عايشين هذاك يطلع اللي راه في البلاد عمره ما عرف المغاربة وعمره ما راح المغرب ولا المغربي اللي عمره ما يعرف الجزائري ويقعد يسب وكلش كي يجي هنا ويندم والله لا يندم كاع الشيء اللي كان يديره تيسه القدرة ويعرف كاش مغربي ولا والله يندم كاع على هذاك على كل كلمه قالها في حق المغاربه ولا والعكس صحيحه انا مريض قرزيه راه دارني المهم خاوتي هذه غادي نعلقها في الدار من بعد غادي تشوفوها كي نولي ندير لكم اللايف وكلش بارك الله فيكم هذا هو الفيديو تاع اليوم صاحبي جاب لي اعلام تاع المغرب اللي تم في البورصاي السلام عليكم الحمد لكم بخير وخاوة خاوة ولا الاعلام ولا الاعلام تاع المغرب انا راني علقت هنايا في الصالون ايوا خاصني علم تاع الجزائر المهم خاوتي راني وليت معكم راني في الدار جيت هنايا درت بلاصي تدويشه كاع شتا كاين كيما يقول لك وعلقت هذا الاعلام هذا هنايا غير بغيت نبين لبعض الاشخاص باللي هذا الاعلام هذا ولا اي اعلام تاع بلد ولا راه رمز من رموز الدوله هذا الاعلام هذا ما يمثلش انسان واحد ولا شخص واحد ولا ماشي انا اي واحد يسبني ولا اي واحد يسب البلاد ولا الشعب
نغضب بالعلام روحنا. المهم ماشي كاع على كل حال، كاين بعض الفئه اللي مريضه نفسيا. اي واحد انا يسب شعب ولا يسب على باليش ولا على جير بارتي يتعبرون ولا حاجه نغضب بعلام رونا حرقه ولا لا. لا هذا الاعلام هذا ولا اي اعلام راه يمثل شعب وراه يمثل بلد وراه رمز من رموز الدوله، راه رمز من رموز الدوله صاي. المهم خوتي رانا خاوه في كل مكان في كل بقاع العالم، خاوه خاوه وما تجمعنا عداوه. المهم راه خاصني اعلام تاع الجزائر، كان عندي اعلام تاع الجزائر شاولا كي بدلت سخنه خليته لصاحبي تما، معليش من بعد ان شاء الله ندبر في اعلام تاع الجزائر. واللي راه باغي يبعث لي اعلام تاع الجزائر تاع تونس تاع اي بلد، المهم الحمد لله راهم يتبعونا من العراق من تونس من السعوديه من الامارات من جميع المفرنسا من المهم من اوروبا من اسيا من كل بلاصه راهم يتبعوا فينا، حتى من البرازيل حتى من امريكا اللاتين. تحياتي خاوتي، السلام عليكم وصحه فطوركم ونبغيكم ونموت عليكم.